مونيا حجاج، مديرة شركة ديال دار الأندلسي للبخور والعطور التقليدية. أولا البخور فهو من التقاليد والعادات المغربية اللي هادشي توارثناه من أب عن جد. يعني احنا أولا هاد الحرفة راه حرفة جدود، وحنا مازالين كنحاولوا نفالوريزيو هاد لو برودوي ونوصلوه للشباب اللي طالع. والحمد لله، اللهم لك الحمد، الشباب اللي طالع ولا كيفهم في صرغينا، ولا كيبغي البخور، ولا الناس كيتاجوا للتقاليد، البراد المغربي، الزربيه، الجلسه البلديه. الحمد لله، يعني راح كنحاولوا ما امكن اننا يبقى هادشي ماشي، لان هذا موروث. يعني الى الواحد اللي ما عندوش اصل، ما عندوش تاريخ، ما عنده حتى حاجه. وحنا اللهم لك الحمد، مدينه فاس مدينه 12 القرن، مدينه تاريخ، مدينه بزاف د الحوايج اللي يعني كتلمسها في اي بيت دخلتي له كتلمسها. ومن بين داك الحويجات يعني المبخره، يعني الجمعه كنطلقوها شحال هادي نورمالمون كانت الجمعه، ما دابا بزاف الناس كي يعني كل نهار كيطلقوها، يعني راحه نفسيه، لان ملي كتشم واحد الريحه طيبه فهي كتعطيك واحد الراحه نفسيه بوحدها. هو الصرغينة كاينه في مناطق متعدده من المغرب، ولكن هي احسن انواع الصرغينة اللي كاينه في جهه بولمان. هي عشبه كتكون، حيت علاش هي كتكون في جهه بولمان مزيانه؟ لان كتكون شبعانه داك الجهه، فهي غنيه بالمياه، حيت كاينه في الصحراء، مع احتراماتي، ولكن شويه كتكون ناشفه. يعني لا كاليتي ديال الصرغينة ما كتكونش نفسها. سكيل في حنايا كتجينا من كناخذوها من تما عشبه، وكتخاد كالطريقه البلديه، وكتيبس وتتقطع وتصباغ. وعاد ديك الساعات نورمالمون دابا ولات واحد التطوير في التخليطه ديال الصرغينة، ولكن كتبقى الصرغينة البلديه ديال اللي فيها العود ومسيكه حره والزهر هي الاصل. والناس اللي كيعرف هذه هي صرغينة. شوف، العود هو ماشي مصدر ديالو مغربي باش نكون واقعين، ولكن هو العود يعني واحد الحاجه، هو تاريخ طويل، هو كاين في اسيا، في جهه اسيا. حنايا كنديروا لامبورطاسيون من جهه اسيا لمختلف انواع العود، راه كاين كامبودي الوغ، يعني كاين انواع كثيره، ولكن هو واخا كيجينا من اسيا فهو تقليد من التقاليد ديالنا. يعني حنايا كيدخل في البخور الروحانيه، لان هو كيقول لك راه واحد الطريف من الجنه كان سيدنا ادم، على ما يقال الله اعلم، يعني منين نزل سيدنا ادم نزل مخطي بداك الطريف وبقى ماشي وكيتشتت. يعني حنايا كنتباركوا به، كنقولوا واحد البخور مبارك، قفطان مغربي والبراد مغربي والزربيه مغربيه وصرغينه مغربيه، وحنا وزليج ما كنتناقشوش عليه. ما غتلقاش بعدا الصنايعيه الحريفيه اللي هيقدروا يديروا هادشي في بلاصه واحده اخرى، ماشي مشكل، نقدروا يمشيو لتما يقولوا له هادشي ديالو عادي. جيبنا صنايعيه، حطنا نشوفوا الناس اللي يقدروا، شوف الناس شنو كيعرفوا، يخرجوا من يديداتهم. هي كتمشي لاي دوله عرب، ماشي اي على برا، كتمشي كتقول له ان فروم موروكو، كيقول لك مراكش، لان ترويج لمدينه مراكش فهو ترويج قوي. كنتاسفوا لهذه الجهه اللي فاز شويه، ما نقولوش مضطهده او ما نقولوش هذه الكلمه، ولكن نقدروا نقولوا يعني ما واخداش حقها من الترويج الاعلامي للخارج المغرب ولا لهذاك. ولكن واخا هكا كنقول لك القضيه، راه لولا ان الناس كياخذوا صناعه تقليديه من فاس كان المدينه القديمه راه تندثرت. ولكن واخا هكا راه يعني جميع المدن كياخذوا من فاس، كنهضر على الجمله ما كنهضرش على يعني مثلا ما كتجي مدينه فاس راه بارابور المدن وحده اخرى خدامه. انا الصناعيه تبارك الله ملي كتخرج كتمشي اي معمل ديال الصناعيه كتصيبش عندهم سلعه، او زعما نروجوا فيها المنتوجات ديالنا. من قبل كانت زعما حتى الوزاره كانت كدير زعما كدير مجهود، ولكن ما عرفتش من بعد كورونا على ما سمعت والله اعلم ان السياسه تبدلات، ديال بحال دابا شحال هذه كانت مثلا الوزاره او دار الصانع او هذا كانوا كيقلبوا على معارض اللي صناع صغار كانوا كيمشيو. كنت منهم انا، استفدنا بزاف من الاقتصاد التضامني في التعاونيات، ولا استفدنا من معارض خارج المغرب والداخل. دابا كاينه واحد السياسه قال لك واحد اخر انهم كيحاولوا ياخذوا الشركات الكبار يعني ديال الصناعه التقليديه فاس. كنشكروها زعما فعلا من قبلنا ان السي الرئيس الرئيس ديالنا واقف معنا وكيحاول يواكبنا، لي فورماسيون كيحاولوا يطورونا حتى في اللغه. يعني دابا كيديروا لنا كنقراو اللغه الانجليزيه. كنشكروا المدير ديال المدير الجهوي ديال الصناعه التقليديه سي بالخياط ديالنا، يعني داير لنا تكوينات في اللغه الانجليزيه، تكوينات بزاف ديال التكوينات باش نحاولوا نطوروا من النفس ديالنا، ما نبقاوش حنا هما داك الصنايعي اللي كيجي ويخدم وهذا، يعني حتى في التسويق وفي اي حاجه.
كنشكركم نتوما، كنشكركم على المواكبه ديالنا وعلى الدعم للصناع التقليديا، وشكرا لجريده الميادين اللي واكبتنا، وكنشكركم جزيل الشكر. شكرا لكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.